في امور جديه الجزء الثالث نحب نعمل لكم شويه تحديات باش نعطيكم لعبه اسمها الغنيه منين باش نعطيكم غنيه وتقولوا لي من اي جهه من عمدون هلا نمشيوا للغنيه الاولى طلعوا معناتها محلاه نشوفوا تراث الجهات محلاه الغنيه الاولى طلعوا منين كانكم كرونيكروت وعليكم الكلام يا جمال هنا الدار عينا نار قبول اثنينين هي وليل والحنان الدار لا عينا نار قبول اثنينين والحنان الدار لا يما الوين عقابة يا للدار المكتوبة يما الوين عقابة فوالا جمالها السيدر تاتوين جيبس جربة جربة توزر قبلي قبلي جربة جربة شكون قال جيبس؟ جربة. أنا قلت جيبس جواب صحيح جواب صحيح برافو الزبدة كلها هذه الأغنية منين؟ كيفاش معنا أغنية جيبس؟ الغنيه من جابس ولا الراجل من جابس؟ الغنيه يا حبيبي الناس تبات قوت وما بعد برك يا فاس بلا بارود يا ونايا حبك انت البوذا يا شواني بركانا نايا 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 لو كان نشكي نبكيك واي قدام ربي رودك نهبط على حوش باباك ونقعدك من صدودك يا وسام حيت الخدود يا بركان الناس بات قعود مواجع قلبي منين هذه حسب رايك؟ الشمال الغربي هذه الكيف كيف كيف باجا 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 كيف كيف باجا وبابي غناه شنو؟ من جندوبة من جندوبة من جندوبة يلا الغنية الثالثة اسمعني راهو باجا جندوبة راهو ايه معناتها صحيح هو صحيح كيما قال ما نحبش نعطيك في تبرقة ولا في عند راهم بالضبط شنو الغنية الثالثة ولا الأخيرة يلا ايه زوز ولايات تقسيم يا صالح يا صالح يا قمح البليوني او يا قمح البليوني او عيون على صالح يا لمي ما اكحل وعجبوني او يا صالح يا زين يا عيني نطير يا صالح تسوقنا سوق الخميس يانا على العودة والكاليس هو على العودة والكاليس هي وعيون عليك يا سي خميس يا لمي ما اكحلوا ساحروني حسب رايكم قصري هذه ذكرتني قبل ماما كانت تغنيها البابا الله يرحمه اسمه صالح خالد والله منين. كل ما يروح للدار ديما تغنيها في دارة من دارة كي ذكرتك عطينا ترى يومك منين زهوي عم ما من كيف ماشي لي يا صالح ترى يا صالح يا صالح يا قمح البلوني بلوني حمزة البلوني برافو هي من القصرين قصرين شوف صحيح نمشي توا للعبة عاود أعزفها شمية 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 ميغالو تا اجاني اجاني ميغالو ميغالو كريم باش يلعبوا في عاود اعزفها اعطوني الكلارينيت مع ميغالو كلارينيت انا متاكد اللي ميغالو يعزفها على ملي هو صغير يعزف ملي هو صغير يلا باش نعزفها قدام سمعونا الموسيقى اللي باش يعاودها ميغالو لحظه سوا فيكم هيا ميغالو يلا هيا في البانو مستنس نحط تبقبق العكس عاد العكس يمشي عاد بها من القبة برشا انا قلت مش الله الله الاول ليه ليه برافو 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 يا الحبيب الشيخ تحب خرج في حنش لازم واحد محنك هذه راه واحد
فشل ميغالو. يلا يلا بتصفيقه كبيره على يكفيك شرف المحاوله ميغالو. جاي كريم الغربي باش يعزف على الجيمبي. جيمبي وي الجيمبي ايش جيمبي جيمبي. تفضل هنا كريم اذا انت قاعد. سمعونا المزيكا اللي باش يعزفها كريم. جيمبي ركز 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 معاه. كل ما جينا يا بايا جيمبي أنا منه في الدار في التواليت. والآن مع مبدعون جنبي دربو كما كبير جاملك الشطحة متاع جماعة الأفريق عرفت ما الشطحة يجي ولا يجي يجي على الآخر كوب دافريك في التوغ ويجي فلا لحظة. والآن موعدكم مع ملخص كأس أفريقيا 2012. J'ai brandi un arbon, j'ai dit arbon. Écoutez ça, écoutez ça, ça c'est pas allez, du allez, tout. Okay. Ça c'est pas du tout. Comment c'est la fête là, ça c'est hein? Ah, oh, allez. Oh la chagrin. تصفيقة كبيرة على المواهب السعدة. نمشي توا إلى مستوى زين العابدين المستوري. مرحبا زين. مرحبا بكم خويا. الفيديو الأول شنبداو بيه يجينا من بلد شقيق سهرية وراقصة تشطح وجوها باهي. الفيديو ذا تحت شعار كي ماكش مستانسة بالكباريه ما تلعبيش فيها هيفا وهبي. نشوفوا الأخت لهنا كيفاش تشطح وشنو صار لها بابا الباهي. قاعدة هي تميل رعش 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 قالوا لها راهو ذاك يرشق برشا. مشت تجري تكبت طاحت طاحت جت في الكباريه اللي تحت. الفيديو الثاني جينا من امريكا. السيد يحب يقلب بطمان نغزر له محلاه في مخه اللي هوش يقلب بطمان ويعاون الناس اما نسالي ولازم شكون يعاونه. نشوفوه لهنا خويا قال لهم فما امراه عامله براكاج باش يمشي منحها انا بطمان وحط في قلبه بطمان وطار بطمان. كم جاب العمره وحده كيف وحده كيف قبل يجي حتى سبن شلزك معناها عليه تعمل كيف في مخك مع علي اعمل هكا يا يوكي يا اخوي. ايه 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 هذا بشر. علي اعمل هكا يا يوكي. لا اعرف لا اعرف. تحسوا مش مش يمنع العباد وتحسوا لازم شكون يمنعوا. مات بعد هذه مات. جبران. زين اللي بعد. الفيديو الاخر الناس الكل تعرف انه امريكا عندها اقوى جيش في العالم يا صادق. صحيح. الفيديو هذا باش يكشف الحقيقه واحنا في امور جديده نكشفوا الحقيقه. امريكا ما عندهاش اقوى جيش في العالم. والفيديو هذا يبرهن انه الامريكا ذا المارينز ماهوش جندي قوي. نشوفوا لنا المارينز قالوا له العدو قدامك اخرج للعدو مش يخرج للعدو استعفى شو هذا واحد. معناها عليه الله اعلم. عليه معناتها عليه فيسع موفيه فيسع وفيه جندي ما دابا لا يستاهل واحد يستيه. اياك اياك ثم فيديو فيه وفيسع المارينز باش يكروك بلال شفتوا مع المارينز بلال المارينز باش تغشوا على المارينز فيديو الاخر يجينا الطفله من امريكا عادي لاباس عليها تمشي جوا باهي حابين نعديهم من غير حتى اسباب بكاكه قلقت ما لقيتش فيديو. المهم الطفله تمشي جوا باهي شوفوها محلاها ان شاء الله تمشي اليوم تمشي جوا باهي قالوا لها صاحبك جاي عادي 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 معناتها عادي 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 جدا معناها فما حتى مشكل. هذا الاحساس اللي يصير لك تبدا قاعد في قهوه ويجي واحد يقول لك يا الاكس نتاعك متعديه تحب تلعب فيها ما عادي ما صار حتى شيء تكبت جد على راسها تغرس تغرس تقول نبته ريتها قهوه. يعطيك الصحه زين العابدين المستوري. كنت هذه مستويات نمشيو لبلاي دار الشباب تبرقه وغار دماء نيس
أحلى تحية لأمور جدية والفريق التقني بكامل. ديكاس البي الزردي، بسام الحمراوي، كريم الغربي، نوف البرتيني. أمور جدية، أمورنا مية مية. أحلى سهرية مع أمور جدية من باريس. أحلى تحية رفرفية أمور جدية من مارسيل. أمور جدية من مطمطة إلى أمور جدية من عنابة الجزائر. أحلى تحية كريم الغربي، بيا، بسام الحمراوي، نوف الورداني. أحلى تحية أمور جدية. نوف الورداني، صادق حلواس، كريم الغربي، بسام الحمراوي، أمور جدية. أحلى تحية توانسة في روسيا، أمور جدية. أمور جدية، خرجة بحرية. أحلى تحية من قلب العاصفة الثلجية، أمور جدية. تحية كشفية عشيرة جوال تفوج المناجم بردية، أمور جدية. معكم كمال من تركيا، ونحب نقدم تحية أمور جدية. أمور جدية، بيا زردي، كريمة غربي، حبكم برشا، أمور جدية. أمور جدية، أمور جدية. أحلى تحية، أمور جدية. أمور جدية بجاه ربي نهار الثلاث لا تخليني. أمور جدية. انت زادة انزل بلاي وسجل فيديو وابعثنا على 58 080. يلا كريم، انت عرض في فرنسا الويكاند اللي فات، كان زوز عروض يظهرين جديد برشا. شفتك في فرنسا 24، نحب تحية للتونسي اللي متعلق في فرنسا 24، سي توفيق المجايد. أنا شخصيا السيد ذاك نحترمه برشا، نحبه برشا، متعلق توفيق المجايد. سي توفيق المجايد وحضرت في البلاتو بتاع فرنسا 24 وقبلي معناها بدقيقة قصف اليمن ودرسناه في الخبر، معناها الخبر اللي اعطاه معناها قصف اليمن و180 حوثي، وانا دخلت باش نحكي معناها في فرنسا 24 على المسرحيه والكل والرهبه نتاعك استوديو والكل. قول له ميرسي على الانفيتاسيون، محليه معناها التجربه كي شفت القناه وفرنسا 24 والكل. قول له ميرسي توفيق مجيد. ونحب نقول معناها التوانسه اللي في باريس فرحوا بينا على الاخر، معناها في غادي في باريس، وعندنا برشا جاليه في باريس، وان شاء الله يحبوا مام حتى يحبوا على بسام، الاولاد الكل، فيصل، ملا عيله قالوا يحبوا يجيو، معناها غادي ميقالوا يقولوا لنا يجيو، خاطر برشا توانسه غادي. وفما حاجه اخرى، توانسه اللي يعيشوا لبرا تقلقوا متقلقين منها حاجه شنيه، قالوا لنا اكل بوند الزرق. هب تعرف في قطر في درشنيه يوقفوك يقول لك راك البوند الزرقاء فيها مشكله، وهي في ابارامون المشكله من عندهم هما، من يبدل الفريكونس، يبدل يلقى قناه هما ما حبش يمشيوا للفريكونس، مساكن يتفرجوا فيها عندهم، مش يتفرجوا فيها معناها يشوفوا في كرسي الصادق ووجههم غطي، فهمتني؟ قالوا لي معناها والكل اعطيهم الصحه وفرحوا بينا. ديديكاس الحلمي زاد ب حكيت باريس، وعندي عروض ان شاء الله في تونس. عندنا ان شاء الله نهار 23 فيفري ماشيين لصفاقس المركب الثقافي محمد الجاموسي، نهار 24 فيفري ان شاء الله بالكوليزيه في تونس، 25 فيفري زفير المرسى. اللي يحب يقص يطلب 22 254 999 و24 مارس ان شاء الله راجعين لفرنسا، نيس في فرنسا بالسبت 24 مارس في فرنسا. جايين نيس، يعطيك الصحه كيمو، ميرسي. بس احنا ان شاء الله الجاليه التونسيه في المرسى ان شاء الله عندكم موعد مع مسرحيه ملا عيله نهار الجمعه 23 فيفري في فضاء الزفير في المرسى،
ونهار السبت 24 فيفري في قاعة الجاموسي في صفاقس. لمزيد المعلومات لامفولاين 24 706 706 24 706 706. مرسي. وصلنا نهاية الحلقة. الآن حان وقت انتقام بيا من خولة. أيوة. إذن العقوبة إجا. بيا وخولة دعوك باش حقك بيا، أنت كليت الهارك ما أنت ضحيت اليوم. حقك باش تمارس العقوبة. لا يزعلك أنا نحب النواهي هذا من العقوبة. يلا بربي يلا نفضلها كلو جاي. يلا خولة 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 خولة. بكل حب. نجم أحلاها ساعة. بصراحة أنا انسحبت ما نحبش نشوف خولة في منظر. ما نجمش خليك تخرج وحدك من زحمة. لا كمل 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 كمل. مانيش وحدي صادق أمانة. والله لا والله ما نجمش. شكون يعاوني شكون يعاوني؟ يبدأ. جيبوا دخانة معك. يلا. سيد المخرج تقعد تكمل معهم حتى الاخر. انا بيدي ما نجمش نشوف خاولة في ظروف ما نجمش نحتمل هذا المشهد القاسي بصراحة. مشهد قاسي على الاخر. هيا اقعدوا اقعدوا خاولة تقعد. ربي يخليك. اي انا قاعدة وين عندي نمشي. لا عم تري شنو هي يزيك هاو كيفاش نحي هذا كل كي تقولوا يز يز قولوا قالت شكون اللي قال زيد 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 زيد